وللمتابعة ينضم إلينا هاتفيا من واشنطن المحلل السياسي الدكتور نبيل ميخائيل. دكتور، هل من نتائج مختلفة في رأيك قد نشهدها خلال دورة العام الحالي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو بمعنى آخر كما أكد قادة العديد من الدول أن ترقى الأفعال إلى حجم ونطاق الأزمات العالمية الحالية؟ أولا على الدعوة الكريمة وتحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين والمشاهدات. لا أتوقع أننا نشهد تغيرات جذرية في خطب زعماء الدول عندما يتوجهون لجلسة الجمعية العامة السنوية، لكن قد تكون هناك إيضاحات، وبالذات مثلا من أمريكا لو الرئيس بايدن ألقى كلمة بلاده هنعرف منه مثلا نواياه تجاه سياسته الخاصة بالصين. بايدن مصر على احتواء الصين، فهنشوف إذا كان سيستمر في هذه السياسة أم لا. هناك أيضا القضايا الخاصة بحرب روسيا وأوكرانيا. لا أعتقد أن خطاب روسيا سيحتوي على أي مبادرة لإنهاء الحرب أو إحلال السلام ما بينها وبين أوكرانيا. هناك ايضا على الاقل دولتان يمكن مشاهدتهما، ايران وما تعلنه عن نواياها بخصوص برنامجها النووي. طبعا ايران ستصر على ان برنامجها النووي للاغراض السلميه. واخيرا خطاب فرنسا، لان القاره الافريقيه شهدت عده انقلابات عسكريه اخيره لدول لها علاقات قويه مع فرنسا. فربما تطرح فرنسا مبادره جديده لعلاقاتها مع افريقيا، وده طبعا هيكون له اهميه للامن القومي المصري. طيب، وجهه نظرك دكتور نبيل في عدم تغير خطاب قاده الدول الكبرى تحديدا، هل يرجع الى عدم توسيع نطاق العمل او اصلاح المنظمه الامميه نفسها؟ يعني هناك نداءات بتوسيع العضويه داخل المنظمه، وهذا المقترح يواجه العديد من التحديات، لعل من ابرزها ان الاعضاء الجدد لا يكون لهم حق النقد. هل هذا هو السبب الرئيسي في وجهه نظرك بعدم تغير لغه الخطاب؟ عدم تغير لغه الخطاب قد يكون مصدره ما ذكرتيه حضرتك، بان يعني فاعليه المنظمه الدوليه لا تمكن مسار العلاقات الدوليه من طرح اساليب جديده في التعامل، بما فيها توسيع مجلس الامن ليضم اعضاء دائمه العضويه الجدد، يعني نفس الاقتراح القديم بتاع ان تضاف خمس دول اللي هي البرازيل والمانيا واليابان والهند بالاضافه الى ممثل للقاره الافريقيه. تطرح كل سنه، لكن لا اعتقد انها ستكتسب قوه دفع جديده في هذا العام. لكن ايضا عدم طرح رؤيه جديده ناتج عن ان الدول تعرف اهدافها القوميه في السياسه الخارجيه باسلوب ما. حتى الان لم يطرا اي تغير على هذا الاسلوب. كمثال سريع، بوتين مصر على الحرب والمضي قدما في الحرب ضد اوكرانيا، ولم يقدم اي رؤيه لاحلال السلام قريبا. نعم. الامر الاخر، جو بايدن مصر ايضا على احتواء الصين، فلن تكون هناك تغيير في موقف تلك الدول تجاه قضايا استراتيجيه هامه. طيب، اين يقع المنتظر من يعني الجهود الجاده في معالجه قضيه التغيرات المناخيه وسط هذا الزخم السياسي السلبي يعني في كثير من الاحيان؟ ده سؤال مهم. هو طبعا كل دوله ستؤكد على انها ملتزمه بالحفاظ على يعني النمو الاقتصادي، مع التاكيد على ان هذا النمو الاقتصادي لا يضر بظاهره مثلا الاحتباس الحراري او انبعاث الكربون وغيره. لكن قد يكون اجتماع الجمعيه العامه في سبتمبر 2023 تمهيد للاجتماع الهام الذي سيعقد في اواخر شهر نوفمبر وطوال 10 ايام في شهر ديسمبر في دوله الامارات العربيه، والمعروف باسم كوب او سي او بي 28. فربما يعني يكون هذا المؤتمر هذه المره او تلك اللقاءات في الجمعيه العامه تمهيد لهذا الاجتماع، وهذا يؤدي الى نجاحه والتزام الدول بصوره اكثر صرامه ب يعني زيرو كربون جولز، او اهداف عدم او تقليل كميه الكربون المنبعثه في المناخ الجوي لفتره تدريجيه، لكن ايضا بالالتزام بتلك الاهداف
وعدم مخالفتها. نعم. طيب من ضمن ما ذكرت دكتور نبيل، ما تتوقعه من أن تكون لغة فرنسا المواجهة إلى الدول الأفريقية ربما مختلفة نظرا لخصوصية العلاقات الفرنسية الأفريقية، هل تتوقع أن يتضمن ذلك ملف التغيرات المناخية مع الوضع في الاعتبار أن الدول الأفريقية أو الدول النامية بشكل عام هي الأكثر تضررا من التغيرات المناخية وملف التمويل بحاجة إلى الكثير من الدعم؟ ده سؤال مهم. ممكن فعلا الرئيس الفرنسي لو هو سيلقي خطاب بلاده في الجمعيه العامه يطرح رؤيه جديده لعلاقات افريقيا مع بلاده فرنسا، وزي ما قلت هذا ايضا له علاقه بالامن القومي المصري نظرا لدور مصر الهام والنشط في القاره الافريقيه. لكن قد يربط ماكرون او من يتحدث نيابه عنه بإعادة أو محاولة فرنسا إعادة رسم علاقاتها الاقتصادية مع أفريقيا، مع ذكر أن يعني العلاقات الجديدة من الناحية الاقتصادية ستأخذ في اعتبارها قضايا البيئة. نعم. وده أمر مهم، لكن يعني أعتقد سننتظر ما ستقوله فرنسا. نعم. طيب مصر أيضا من المتوقع أن تنقل هذا الملف بما أن مصر معنية به بشكل كبير، وظهر ذلك جليا خلال رئاستها الأخيرة لكوب 27. دولة عربية أيضا قادمة ستستضيف قمة كوب 28 القادمة الإمارات، هذا معناه أن الكثير من الدول العربية والأفريقية تحمل على عاتقها هذا الملف ونقل مشكلاته وتحدياته أمام الدول الكبرى. دورة هذا العمل الجمعية العامة للأمم المتحدة مهمة أيضا في هذا الشأن بالنسبة لمصر. ده صحيح. طبعا مصر تلعب دور دبلوماسي نشط، والدبلوماسية المصرية لها وجود هام وحيوي ومكثف في كل قارات العالم، لكن أيضا مصر ستركز على الثوابت التي شهدتها المنطقة أخيرا ولها مدلولات استراتيجية. اولا الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، مشكله سوريا، قضايا العراق ولبنان. طبعا للاسف ممكن مصر تطرح رؤيه للدبلوماسيه الخاصه بالهيومن انترفنشنزم او التدخل الانساني، مستخدمه ما حدث في ليبيا والمغرب للاسف كنموذج. ازاي القاره الافريقيه يبقى عندها اليه تتعاون فيها مثلا مع اوروبا بحكم القرب الجغرافي في التدخل سريعا لإنقاذ أو وقف بعض الكوارث الطبيعية كما حدث في ليبيا والمغرب مؤخرا. لكن أيضا الدبلوماسية المصرية ذكية، وأعتقد أنها قد تطرح أيضا عدة اقتراحات لحل أزمة السودان وعدة قضايا خاصة بالقارة الأفريقية. أعتقد كمان أن ممكن الدبلوماسية المصرية تقيم صلة قوية ما بين اجتماعات COP28 والجلسه الحاليه للجمعيه العامه، لان هناك بعض الاقوال التي تذكر بان افريقيا تواجه خطر اندثار بعض المصادر الطبيعيه كالغابات او كالتضاريس الجغرافيه الدائمه الوجود منذ الخليقه. فممكن مصر توفق ما بين اجتماعات الامارات COP28 وايضا الاجتماعات الحاليه للجمعيه العامه عن طريق ان توجه انظار العالم الى ضروره مساعده افريقيا في حمايه مصادرها البيئيه، وايضا عدم ان لا يكون هذا على حساب النمو الاقتصادي الضروري للقاره الافريقيه في ضوء ارتفاع السكان المزمن في معظم دول قاره افريقيا. نعم، اشكرك جزيلا من واشنطن المحلل السياسي الدكتور نبيل ميخائيل.